السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، إن شاء الله تكونوا بخير صحة لاباس. مرحبا بكم في حصتكم رمضان مع هشام كوك. اليوم إن شاء الله راح نديروا دروس بزاف شابين وسهل التحضير. راح نديروا كويز دانت مع ناكومبانيوها بروز بشعيرية، وراح نديروا وصفة تحبوها بزاف اللي هي كريم بريولي. أول حاجة بسم الله نبداو بلا كويز تاع الدانت. هذا نجيبوا الصينية تاعنا، بسم الله نشعلوا عليها ونديرها شوية زيت. خليها تسخن مليح، نروح نوجد الفرن تاعي نسخنو 200 درجة. بسم الله هكذا شاعل من الفوق ومن تحت. بسم الله دركا أول حاجة نجو نروح نحمرو لاكويز تاعنا تاع الدان، نحمروها مليح، من بعد نمارينيوها بشوية صوجا ملح فلفل كحل ولا مطال ونزيدها لاكارنيتور تاعها. بسم الله خلوها لازم تحمر مليح باش لاكولور هذيك تاعكم فون يكون بزاف شباب اللي نديروا به الرز. هكذا ما تقلقولهاش، نخلوها تقلى بعقلها. هنا المكونات باش تفوا عليهم، عندنا هنا الكارنيتير اروماتيك فيها طماطيش زروديه البصل شويه رند زعتره، عندي هنايا لاكويز تاع الدانت راح نزيدو لها صوص صوجا مع المطارد والثوم ملح فلفل كحل. هذا ما كان، من بعد كي طيب نجيو نطيبو الرز، راح نسحقو البصل فيرميسل والرز بسماتي وبيان سور الفون اللي نطيب به الدانت هو اللي نطيبو به من بعد الرز. نار تكون قوية شوية مع الأول ونخليه يتحمر. بالنسبة لكريم بريولي تاعنا المكونات نقولهم لكم، عندنا هنا نص ليتر حليب، أنا كاين كتاب كنا ندير نص ليتر حليب، نزيدو نص ليتر كريم فراش، 8 صفار بيض، حوالي 180 غرام تاع السكر وشوية زيت تاع البرتقال. هادو هما المكونات اللي نخدمو بهم لكريم بريولي. نخلوه يتحمر مليح بعقلو ونبدا في لاكريم بريولي تاعنا. بسم الله هنا نربحو الوقت، عندي هنايا 8 صفار تاع بيض نحبطهم. نزيد عليهم ديريكت يوم السكر، كي نزيد السكر لازم نخلط ديريكت، هكذا ندخلو السكر مع الصفار. السكر نديرو بلا مغرفة، راح نديرو تقريبا 6 مغارف يكونوا كبار وعامرين مليح. بسم الله با زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة هكذا يكفي، نخلطو هذوك مليح نبلونشيوهم. هنا دركا كي تقلى مليح الدان تاعنا مازال نزيد تقلي على كل حال، نزيد معاه لا غارنيتير بصل زروديه طماطيش زعتره والرند هنا. بسم الله يتقلاو نفس الشيء شويه يتحمروا. نبداو باش نديرهم توابل، شويه فلفل كحل، شويه ملح، نقلبهم من تحت ثاني
شوية ملح. سي بون. دركا نمشي فيه شوية على موطارد مع لاصوص صوجا. بسم الله. حطها انتو. عندي مرفة على موطارد تقريبا. هنا لازم يتحمر بس قبل ما يتحرق باش نبقى نقلب فيه. بسم الله. ندير مغرفة على موطار. مع شوية لاصوص صوجا كيف كيف. غرفة كبيرة تقريبا. انا هنا خليت صفى البيض مع السكر وراني نخدم في لاكويس تاع الدان. ليسونسيال كي نخلطو السكر مع صفى البيض ما كاش ريسك ما يصالها والو. ندخلو السكر مع الصفى بلا ما تخلطوه باسكو يطيب لكم صفى هكذاك. دوكا بالبانسو هنا مليح نخلوه يتقلى. نجدو له برك الماء سخون. نخلو الماء سخون. هكذا تقلى مليح. تقلية هي صح بروتيدان تاعنا. ما نقلقولوش. نجيبو كاسرونة باش نوجدو فيها المكونات تاع لا كريم بريلي. بسم الله. عندي نص لتر تاع حليب. انا عندي كاسرونة اللي فيها لي ميزير نقيس بها نص لتر حليب. بون نزيد عليها نص لتر تاع كريمة طازجة. بسم الله. كريم فريش نص لتر. هكذا يكفي. بسم الله. الدانت تاعنا راه واجد باش نمرقوه ومن بعد يطيب في الفرن هكذا باش ما تخلطناش الريحه تاعو مع الكريم بريلي. نجي نمرقو. بسم الله. نمرقوه للنص. نسيطيب بالماء ونسيطيب لافابور. سي بون. دركا ندخلوه للفرن كل 20 دقيقة نخرجوه نجيبو داك الماء تاعو نعاودو نشمخو الدانت هكذا باش ما يجيكمش ناشف. تحبو تغطيوه ورق زبدة ألمنيوم شاك فوا ترفدوه برك وتعاودو تنابيوه هكذا حتى يكمل طيب تقريبا زوج سوايع بإذن الله يكون طايب زبدة ولا ساعة وربع يكون طايب جوج جوست كيما حبيتو. ندخلوه للفرن. بسم الله. نمشي الفرن تاعي. بسم الله. عاد نخلوه يكمل طياب. نعود نرجع لكريم بريلي تاعي. بسم الله. درنا هنايا نص لتر حليب ونص لتر تاع كريم فريش نحطوها فوق النار ونقصولها للنار. نغسلها مليح للنار هكذا هكذا. بسم الله.
نجيو دركان نبقاو نحركوها وهي تسخن، ما لازمش نخلو الخليط الحليب وراك نفلاش حتى يغلي، يدفى برك مليح نحيوه من النار. هكذا نزيدو له هنايا الزاز تاع البرتقال، عندي شويه ثاني تاع لافاني بيان سور، بسم الله نزيدو لها لافاني. عندي وحده كامله تاع سكر فاني، بسم الله هذا نقصها على النار ونبقى نخلط فيها. نبقى نخلط حتى نشوفها حبة تغلي. هذا تقريبا 80 درجة تكفي باش طيب عندك صفا البيض تعقد، باش من بعدك نديروها في ليمون نطيبوها. هذا نخلوها تغلي شوية برك، تسخن تجي تبدا تغلي نحيها. سي بون هكذا نطفي عليها ونفرغها ديراكتومون فوق الخليط تاع السكر مع صفار البيض. بسم الله نخلط مليح. صح دوكا الخليط تاعنا تاع لاكريم بريلي راه واجد، اسكو نقدر نحطو هذوك في ليمون ونطيبهم؟ ما نقدروش، لازم نخلوها دي مينيت هكذا تحكم لها تروح لها شويه السخانه هذيك برا، من بعد نفيلميوها وندخلوها الفريجيدير على الاقل واحد الساعه باش تجمد مليح شويه، تحكم التكستير تاعها هذيك هكذا تبرد لورونج يطلع كامل بنه تاعو، من بعد باش نجيو نخدموها. لو كان نخدمو بها ديريكتومون هكذا ما صدق لكمش لاكريم بريلي. هكذا دركا نخلوها كيما قلنا دي مينيت برا تروح لها كامل السخانه تاعها، من بعد نفيلميوها ونخلوها ساعه في الفريكو باش تنفيجي مليح لورونج هذاك، ونعاودو نخرجوها ونجيكم لورونج تاعنا مع بعض. رجعنا لكم من جديد نجيكم لورونج تاعنا. كيما شفتوا مع الاول طيبنا كويس تاع الدانت مع لاغانيتي الاروماتيك، درناها في الفرن راهي طايبه. انا دوكا صفيتها المرق تاعها هاوليك الفون تاعها راهو لهنايا راهو يسخن، نجيو نكملو نطيبو الروز تاعنا. هنا نسحقو شويه روز بسمتي، عندي رطل حبه بصل مسكر فجر رقيقه، الفون هذاك اللي طيبنا به، عندي قرنفل، عندي شويه هنايا نجمه لارد قرفه وشويه تاع الهيل. هكذا نبداو اول حاجه باش نربحو الوقت نشمخو الروز تاعنا. بسم الله هكذا نعمرها نسحقها نديرها في لاكريم بريلي في سنيوا. هذا يكفي ونخليها تسخن باش نطيبو بها لاكريم بريلي بان ماري. صح الروز تاعنا هنا راهو يتشمخ بالعقل، حنا نجو بسم الله نقليو البصل، نديرو شويه زيت زيتون، هكدا ونحطو عندي حبه بصل مقطعة صغيره هنا رقيق نديرها لداخل نخليها تقلى. بسم الله هكدا نخليها تقلى برك نار متوسطة، نزيد شوية زيت
هنا الروز نخلطه نخلوه سامينيت هكذاك، من بعدك نشلوه ونبقى نشلوه فيه حتى تروح له كامل النشاء تاعو. لا بسم الله نقولوا لاكريم بريلي تاعنا، هاي الكلاباريت لاكريم بريلي خليناها بردت، جبنا هنا ليمون تاع كريم بريلي نحطهم في صينيه. دوكا تحبوا ديروها ديريكت باش تخلوا الزست فيها، ولا تحبوا تصفيهم الزست جيبوا صفايه بسم الله مع غراف خلطوها ونجوزوها صفايه بسم الله. شويه باك يكفي عمرهم كامل. هكذا احنا طفيت عليها بس سخنت بزاف، نعاود نشعلها نخليها تقلب العقل. في نزيد ساكيام هكذا سي بون راهي واجده باش ندخلوها طيب. هنا دركا نزيدو شويه فرميسال مع البصل نخلوها تحمص، نتلاقى شوية زيت باش تكولوها بالخف. بعد النار المتوسطة نخلوها تحمص غير بالعقل. دركا من هنايا لا كرامبريلي تاعنا سي بون لاباري واجدة محطوطة في المول. دركا بالطريقة تاع الطهو تاعها نزيد لها شوية الماء سخون نطيبوها بما ريد، نحطها في الفور ونزيد لها الماء سخون في الفور هكذا باش كي نجي رايح بها ما تسهلش. الطهو تاعها يكون 110 درجة 45 دقيقة حتى 50، بعد 50 دقيقة 110 درجة نديرو هكذا باك نحركو، إلا شفناها تزغط بزاف مازال ما طابتش سي بون نخلوها شوية طيب، إلا شفناها حكمت روحها نحيوها من النار ونخلوها تبرد. دوكا ندخلها في الفرن وندير لها الماء سخون، ديرها 110 درجة بسم الله ندخلها الفرن. أنا خليت هنا بلاصة باش ندير لها الماء سخون. هكذا او ساحتنا شويه معليش. دوكا الماء سخون نحطها في ليكوتي ديريكتومون الماء سخون. نخليها طيب هكذا 110 درجة 45 دقيقة 50 دقيقة هكذاك. نعاودو نوليو للروز تاعنا بسم الله هكذا بدات تحمص فرميسال هكذا مقلاش بزاف. الفون تاعنا سيب ونطفيو عليه راه سخون. نزيدو دوك التوابل، عندي شوية هيل زوج حبات ثلاث حبات هيل ثلاثة حبات ربع حبات قرنفل شويه نجمة لارج جوج حبات وحده قرفة ونبقاو نحمصو فيها. نروحو دوكا ندو الروز تاعنا نشلوه، نبقاو نشلوه فيه حتى تروح له كامل الماء تاعو البيض هدايا. يصفى كامل الماء تاعو مازال زيد تحمى شويه هادي في الميسال. نكمل نشلو الرز
سيبو قطره مليح. يكفي. خلو التوابل تحمصو شويه مع الفرميسال، نزلها غير شويه زيت باش تقلب بالخف تحمص تدي اللون الذهبي. هكذا درك هنايا بالنسبه للملح والفلفل الكحل والتوابل راهو الفون تاعنا راهو مالح، ما نزيدوش الملح، نديرو ديريكتهم الرز. بسم الله. نخلوه هو ثاني يتحمص شويه برك. نحمصوه هنا، درت الرطل تاع الرز وحسبت هنايا الليترة تاع الفون باش جينا سوا سوا. فوالا دونك الرطل تاع الرز مع الليترة تاع الفون كي ينشف يجي سوا سوا. نمرقوه دركا. بسم الله. نحركوه شوية، نغسل هذوك مليح النار، نخلي الروز تاعنا يطيب غير بعقلو باش يوجد لاكريم بريلي راه يطيب عقلها. بعد الفاصل نجيو نشوفو الاطباق تاعنا في صحن التقديم. اعزائنا المشاهدين رجعنا لكم من جديد باش تشوفوا لي ريسيت تاعنا. كنا درنا كويس تاع الداند اكومبانيناها بالروز بالفرميسال، لا غارنيتور اللي كانت مع الداند خليت شويه مع لاصوص سقيت بها، نزلها غير شويه مكسرات هكذا اللي حبيتو، دوز نوات كاجو اللي عجبوكم ديروه معاهم هكذا برك سي بون. والطبق تاعنا راه واجد، دوكا نروحو نشوفو لاكريم بريلي تاعنا. نسحقو سكر بني، سكر رو. بسم الله. هذا خليتهم يبردو مليح بعد ما طابو، نديرو من فوق السكر. هكذا ونمشيوه. شيء كامل دوكا نجيبو شاليمو نحرقه من الفوق. بسم الله. هذا باش السكر تاعكم يجي محروق مليح ندنيو شويه شاليمو الفوق، ما نسقوش كامل تحتها. نديروش هكذايا، طلعوا شويه الفوق بس خلينا ندخل غير بالعقل في السكر، يكون عنده الوقت يدوب باش يتكرمل ما يجيش محروق. نعدل من الفوق. هكذا نكملوهم كامل هكذا. نكملو الأخرى تاني. هكذا سي بون. هذه هي لاكريم بريلي تاعنا، زدنا دوكا درناها كراميل من فوق، السكر كرمناه. نتمنى ان شاء الله تجربوا اليسر تاع اليوم يعجبكم، تلقاوهم في الصفحه الرسميه تاع نهار تي في، في حصه رمضان مع هشام كوك. السلام عليكم وصحة فطوركم.